السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ مع بعض شرح الارك كياد 24. فأول حاجة لازم أعملها إن أنا أظبط اليونت بتاعتي، فأروح لأوبشن وأقول له بروجكت بريفرنس وأقول له وركينج يونت، فبيبدأ يقول لي إن أنت ممكن تشتغل على اليونت بتاعت اللينث غير الأريا غير الفوليوم غير الأنجل واللي أوت والنمبر. يعني ممكن مثلا إيه بعض البرامج يقول له أنا هشتغل بالمتر، فتلاقي اللينث والأريا والفوليوم كلهم متظبطين على نفس الحاجة. لا، هنا ممكن تيجي تختار ده مليمتر وتختار في الاريا مثلا بالفيت، وتختار مثلا في الفوليوم بالانش مثلا. فانت تشوف ايه الوحده اللي انت تشتغل عليها، وليكن مثلا بالمتر، والديسيمل عايز قد ايه كسور بالشكل دوت زي ما انت عايز، وبعد كده تقول له اوكي. طيب لو احنا مثلا هنيجي نرسم مثلا وليكن قول مثلا اهو، شايف وانت بترسم هو بيقولك الديستانس قد ايه، فممكن تقول له مثلا 33 وتدوس انتر فيبدأ يرسمها لك بالشكل دوت. تمام اهو، ممكن وانت جاي ترسم تدوس تاب فيجيب لك الديستانس، او تدوس تاب تاني يقول لك الزاوية، فانت تظبط الزاوية مثلا على انها 30، فكده بقت الزاوية متظبطة بتاعتك وهكذا. فانت كده قدرت تظبط الوحدات القياس. لو انت غيرتها وقلت له ان انت عايز تشتغل مثلا بالفيت اوكي، وبدأت ترسم وول، هتلاقي ان الارقام اختلفت تماما.